السلام عليكم اليوم كيما راكم تشوفوا نوض الصباح بكري حبيت ندير دوش وندير شويه دي ماسك لوجه باسكو اليوم عيد ميلادي عيد ميلادي قلت المره هذه عاود نشارك معكم لي فيديو وانا فلاسيتي ديما عيد ميلادي طيح وانا نقرا هاي المره هذه بعد 3 سنين ولا ما بعيش حال طاح وانا في الدار يعني انا اصلا تخرجت توكسيبو لا علينا حبيت نشارككم نشارك معكم مقتطفاتي واش درت النهار اليوم ان شاء الله يعجبكم الفيديو فيديو بلا ما نطول عليكم ما تنساونيش بجام او كومونتير وابوني في القناه اللي ما راهمش مشتركين ومرحبا بالمشتركين الجدد على بالي عندي مشتركين جدد وراني طولت عليهم بزاف ما رانيش امبرتاجي. لا علينا انا كي نلقى تفاعل قليل كما يقولوا التفاعل ينقص نحبس من بارتاجيش هكا بصح كي نلقى التفاعل يزيد شغل تحفزوني باش اللي نبارطاجي معاكم هكا كاش دي روسيت تعرفوني انا اي حاجه هكا تعجبني آه ونلقاها على بالي رايحه تنفعكم هكا باريكزوم في حاجه تعلموها طبخ ولا اي حاجه المهم ولا حاجه تطلع لكم كما يقولوها المعنويات تعجبكم هكا نحب نشاركها معكم المهم البنات كما كما شفتيو نوضت الصباح درت دي ماسك لوجهي دوشت ومن بعدها رحت درت الفطور هنايا كان عندي خبز جبدته وحمصته في المقله حبيت نفطر مره هادي شغل بالخبز درت فيه شويه كونفيتور كما راكم تشوفو باسكو على بالي من بعد رايحه ناكل الحلاوي على <applause> بيا حبيت وادي ما نحبش نفطر بالخبز يعني غارمون لي وين الناس تنفح لي هكا نفطر بالخبز الكونفيتور ولا مع الزبده ايدو هنايا البنات رجعت لكم بالليله من قبل عيد ميلادي يعني بديت نوجد هذه لا هذه لا البنات يعني شاركتها معكم من قبل في القناه من انجح الوصفات تاع يعني جربت شحال يعني من وصفه بصح الوصفه هذه يعني ما نبدلهاش وجامي نبدلها يعني ناجحه ألف بالمئة دوك تشوفوا كيفها يعني خرجت معايا لاجينواز هنا الحركه هذه على بالكم لما يديروها واللي ما على بالوش بالسطح شوفوا تاع لاجينواز يخرج قد قد عليكم البنات لاجينواز تاعي نحيتها ما صورتلكمش لي زيطاب كامل تاع الوصفه حبيت نصور شويه شويه ولا حبيتو نعاود لكم الوصفه تاع لاجينواز هذه كيف حضرتها اكتبوا لي في لي كومونتير نعاود نبارطاجي معاكم لا بالضبط كما يقولوها وهي ديكم البنات قسمتها يعني بلا ما خليتها تبرد يعني وهي سخونه قسمتها ما تفتت معايا ما والو قلت لكم لا هذه اسفنجيه يعني آه ناجحه مضمونه مية بالمية حتى لي جامي دارت جينواز كون جرب الوصفه هذه رايحه باذن الله تنجح لها المهم البنات وجدت يعني قلت لكم نقبل وحنايا رايحه ندير آه المونتاج بون رايحه نحشي هاد لا راح ندير لها فوراج بال المهم بالبنان والكراميل ورايحه ندير <applause> طرحت لي الهضره هذه الطبقه المقرمشه كما راكم تشوفوها باللافيتين والجوز وشوكولاته تاعتي لميتهم ودرتهم تحبوا المهم ما حبيت نصور كلش حبيت نوري لكم غير شويه شويه هذا الكرامة اللي بنات خدمته في الدار كما راكم تشوفوا يعني محسوب كل شيء خدمته في الدار هنايا درت الطبقه نتاع البنان ودرت لها شويه جوز وحطيت لها من فوق الكراميل المهم اه كما راكم تشوفوا وهنا يا البنات رحت نحضر لي ميني بيتزا لا ريسيت تاعهم شكون يدرت نتفكر <applause> 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 باسكو ديما مش دي ما, ما عنديش باط وحده نخدم بيها كل مره شغل نشوف ريسيت ونخدم شغل ونخدم بيها يعني وليت تعجبني شغل نقعد نستعملها دي منين نحب ندير البيتزا نستعمل ديك لا روسيت نورمالمون هادي لا روسيت اللي درتها تاع الشيف دحمان باسكو لا انا لي روسيت تاع الشيف دحمان كامل يعجبوني كامل ناجحين وسيتهم من اول مره وكامل نجحوا لي من اول مره كما راكم تشوفوا درت لها الميني بيتزا درت لها زيتين خفيف فرماج رابي وزيتون هاكا برك وهادو يا البنات هنا هنا اللي في سد لي النهار تاع لانيفرسير سد لي النهار تاع لانيفرسير انا ما كنتش <applause> شوفوا ما صورت لكمش كلش هادوك لي سوسات اللي راكم تشوفوا فيهم البنات انا ما عنديش المول تاعهم خدمتهم بلا مول وهما تاني الا حبيتي ولا ولغس... الوصفه لا غوسيت تاعهم وكيفاش خدمتهم بلا مول تاني قولوا لي في لي كومونتير اني ما... شغل الفيديو يمشي واني نهضر يروحوا منكم مش كملت الهضره نلقى الفيديو فيديو كملت كما قلت لكم هذو لي سوسه خدمتهم بلا مول والجو يهبل جاو قنبله في البنه يعني درت واحد لا ريسيت خلطت كل شيء في بعضه جات بنينه قراف وهنا يا البنات باش نحكي لكم على الكارثه اللي قلت لكم في سته لي اللي هي لي ميني زامبورغر دوك انايا كنت مديسيديا في الطريقه <applause> الاخرى حبيت ندير لي ميزو ايا درت وجدت كل شيء الحشو تاعو واش نحشي خدمت لا باطايا باش نطيبها طيبتها من تحت شعلت انا حطيتها في الكوشه حطيت شعلتها من تحت طابت لي باش نعرها تحمر لي من فوق قالت لي الكوشه والله ما نشعل لك اليوم ما حبتش خلاص تشعلي الكوشه من فوق صار لي صرا فيها بروبلا ما فهمتش وعلاه المهم حاولت 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 معها مع الاسف ما بغاتش تشعل حتى ورابا درنا لانيفرسير وكلينا ان الحق ما كليتش جدا ما قلت لكم قفلت لي لابيتي سي بون ما شغل تعبت تعبت خدمت خدمت مع الاخر شغل فسدت بسد لي الكوشه كيما يقولوها الفرحه تاعي هنايا قلت لكم في الليل خلاص بعد ما راحوا لي زانفيتي عاودت رحت ليها وانا نحاول نحاول فيها بالسيف شعلتي شوفوا كيف جاو يعني هما والله جاو بنان بصح الشكل تاعهم شويه شويه ما عجبنيش بصح والله البنا جاو روعه مالغري شغل خليتهم طابو من تحت وطولوا وما حمرتهمش من فوق شغل ما كملوش الطياب تاعهم بصح والله يا البنات جاو روعه قلت لكم هذه بعد الوصفه تاع الشاف دحمان لي تاعو يعني ما شاء الله نشكره هنايا من هذا المنبر كما يقولوها وهنايا البنات قلت لكم بعد في الليل بعد ما ريحت اعصابي وسكالميت شويه وكملت وجدت هذوك لي زامبورغ عاود درت صحن ليا قلت لكم انا البنات ما كليت والو عاود جبت الصحن هذا لا وقلت نعاود نحتفل <applause> وحدي كما راكم تشوفوا جبت من كل حاجه شويه من العطاق وحدة المهم كيما راكم تشوفوا ان شاء الله العام هذا يكون عام خير عليا وان شاء الله يحقق لي ربي واش نتمنى وانا يا البنات حبيت نشكر اللي جاو واللي عايدوني واللي كما يقولوها كنت شغل ما لقيت ما نهضر <applause> كيما عندي وحده صاحبتي مسكينه والله ما كنت على بالي بلي, بلي جايه حتى ملقاها جات عندي وعايدتني قالت لي جويز انيفرسير كثر خيرها يعني ما نساهاش ما نساهاش الحاجه هذه اللي دارتها وجابت لي الكادو شوفوا البنات كيفاش جاي كيوتي يهبل عجبني انا اصلا نحب الكيسان دي هكا يعني يعطيها الصحه يعني نعمة الصديقات كما يقولوها ربي خلينا لبعضنا إن شاء الله وهنا يا كن كنا وصلنا لفان على فيديو إن شاء الله يكون عجبكم نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله سلام